الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، غريب يا مظلوم كربلاء يا كربلاء يا كربلاء يا يا ليتنا يا ليتنا كنا يا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. وعدت غريبا بتلك الديار، أرى صفقتي لم تكن رابحة، كما عاد مسلم بين العدا غريبا، وكابدها جائحة، يا رسول حسين ونعم الرسول إليهم من العترة صالحة، لقد بايعوه وقد خذلوه وغدرتهم لم تزل واضحة، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، لنبكي لها بمذاب القلوب، فما قدر أدمعنا المالحة لأنك لم تروى من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. يا سيدي رموك من القصر إذ أوثقوك، يا فهل سلمت فيك من جايا، يا رحى سيدي وسحبا تجر بأسواقهم، هي ألست أميرهم البايا، يا رحى والله ينجار ينجار عاد ليستجير يكون، والله ينجار ينجار وعن شتل حليف الشراف
ينجار ينجار مثل مسلم صدق بالحبيل والله ينجار وتتنومس عليه علو جمي يا وتتنومس عليه علو يا جمي يا لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لقبول المجلس قضاء للحوائج تعجينا لفرج المولى صاحب العصر والزمان ارفعوا أصواتكم بذكر محمد وآل محمد. استكمالا لهذه القصة التي يرويها لنا القرآن الكريم عن موسى عليه السلام حينما خرج من المدينة خائفا يترقب، وجاء إلى مدين والتقى بالمرأتين وسقى لهما، ثم بينا أنه هذه العملية السقاية بعد أن أتمها جلس إلى الظل وطلب من الله عز وجل أن ينزل عليه خيرا ونعمة وبركة، أن يرزقه إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله عز وجل استجاب دعاء موسى عليه السلام وأرسل موسى ابنته وأرسل شعيب ابنته حتى تدعو موسى. جاءته تمشي على استحياء ودعته قالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما أعطيتنا، كذا الآية الكريمة. ثم جاء معها إلى أين؟ إلى دار شعيب. بدار شعيب قص على شعيب عليه السلام ما جرى من أحداث، قال له الشكل جرى علي وقتلت شخصا بغير عمد والجماعة أرادوا أن يقتلوني وأنا هربت خرجت وصلت إلى هذه المدينة. شعيب كنبي الله طبيعي أن بيت أنبياء الله عادة يكون شنو؟ ملاذا للخائفين، أمنا للخائف، المحتاج يجد في باب الأنبياء حاجته. فطبيعي شعيب يفتح بابه لشخصية مثل موسى. ثم هذه البنت وحدة من بنات شعيب قالت لأبيها يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. هذه العبارة بها مجموعة من اللفتات المهمة والدروس القيمة. على واحدة من اللفتات المهمة هو طريقة الحوار بين شعيب عليه السلام وبين بناته. شوف مستوى الانفتاح، مستوى الحوار، بحيث البنت عندها مستوى من الحرية أن تخاطب أبيها وتبين رأيها وهو يستمع إليها. وهذا درس بليغ، أنه إحنا كيف نخاطب أبنائنا،
كيف نفسح المجال لبناتنا. إخواني الأعزاء، وين ما أنت موجود أقعد، بارك الله بكم. الإخوة الواقفين تفضلوا ارتاحوا، صلوا على محمد وآل محمد. هذا المستوى من الحوار هو درس لنا كيف نخاطب ونفسح المجال في مخاطبة أبنائنا وخصوصا البنات. بعض الرجال ما يسوي قيمة الكلمة المرأة، زوجته أخو أكيد ما لها قيمة، بعد بنته هذا وين أصلا ما يسمع كلام بنته، شنو منو يستشيرها أصلا. القرآن الكريم ينطينا تعليم نموذج، يقول شوف شعيب وهو نبي يستمع لبناته، يخاطب يحاور يفسح لها مجال أن تبين رأيها. فهذا أول درس، هو كيف نتعامل مع أبنائنا. تعامل الأنبياء مع أبنائهم هذا التعامل. قالت يا أبت استأجر فإن خير من استأجرت القوي الأمين. هنا المفسرين يقولون سألها قالها شلون عرفتي قوي، قالت هذا قوة موسى بينت حينما سقى لنا، كان أكو صخرة كون يرفعها حتى يسقي، رفعها لوحده ثم كان يسقي بشكل مستمر دون أن يتعب، هذا دليل على قوة بدن موسى. طبعا موسى بدنه قوي أيضا نكتشفه من مجموعة من المواقف، واحدة من المواقف فوكزه فقضى عليه، هو مو قصده يقتله، وكزه فقضى عليه. القرآن الكريم يبين لنا بالمضمون قوة بدن موسى عليه السلام، عنده قوة، فهي شخصت القوة، هذا الجانب الأول. الجانب الثاني سألها أبوها شلون عرفتي أن موسى أمين؟ في الرواية عن الإمام الرضا عليه السلام لما سألها أبوها قال كيف علمتي ذلك؟ قالت يا أبتي لما أتيته برسالتك أقبل مني وقال كوني خلفي ودليني على الطريق. ليش؟ تقول فكنت خلفه أرشده كراهية أن يرى شيئا مني. لما إجت تمشي على استحياء قالت لأن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، إش قالها؟ الروايات هالشكل، مجموعة من الروايات بألفاظ مختلفة، تقول الرواية لما مشت هذه المرأة أمام موسى خطوات قالها موسى أوقفي تعاي امشي خلفي، قالت ليش أمشي خلفك؟ واحدة من الروايات تقول كراهة أن يرى شيئا، واحدة تقول قالها إني لست من قوم ينظرون إلى أعقاب النساء، أنا عيني بها حياء، ما أقدر أمشي خلف امرأة يمكن يجي ريح تبين مفاتن جسدها، فأنت خليش خلفي. قالت لزين خلفك شلون أدليك الطريق؟ قالها هو بالكلام يمين يسار، بعض الروايات تقول أصلا قالها روحي بعيد بحيث ارمي حجر أشوف الحجر. هذه العفة كشفت عن أمانة موسى، شخصية موسى بينت قوي وأمين. ثم جاءت هذه المرأة لما وصلت إلى أبيها طلبت هذا الطلب. وقفة ثالثة، ليش المرأة تطلب أن يستأجر شعيب موسى؟ تدري ليش؟ لأنه هي مرأة تقول لك أنا ماكو داعي أختلط بالرجال، خلي أبوي يستأجر هذا الرجل حتى يقلل من خروجي واختلاطي بالرجال الغير مبرر. وهذا أيضا درس بليغ، مرة امرأة تحتاج إلى العمل مضطرة أن تختلط بالرجال شو تسوي؟ مرة ماكو حاجة للاختلاط
تقدر تحصل على عمل، على وظيفة، أو ما محتاجة وظيفة لكن بيها عدم اختلاط. المرأة العفيفة دائما تختار الابتعاد عن أجواء الرجال، والرجل يختار أن يبتعد عن أجواء النساء. هواية أكو التنوع بالعمل، مو إلا تشتغل فرد شغلة بيها اختلاط. أحاول أبتعد حتى لا يوقع الإنسان بالطامة. الإنسان لما يلف ويدور حول المحرم يقع فيه، أوشك أن يقع فيه. فهذه البنت قالت له استأجره حتى أنا ما أطلع هواي، حتى الشغلات اللي تناط بالرجال ما نفطر إحنا نأديها لأن أبونا شيخ كبير. فأنت تعال استأجر هذا القوي، هذا الأمين، أن يكون هو عاملا عندنا. ثلاثة أربعة. قال موسى عليه السلام ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. جوعان قاعد جوا شجرة، الله عز وجل شلون رزق موسى؟ نزل له طعام مائدة من السماء. شلون الله استجاب دعاء موسى؟ وياي انتو، الله عز وجل استجاب دعاء موسى عليه السلام أن هيأ له باب رزق. الله ما نزل بزبيل طعام لموسى. انت سألتني جوعان، أنا أفتح لك باب رزق. إني لما أنزلت إلي لما أنزلت إلي من خير فقير. استجابت دعاء، قالت يا أبت استأجر. شوف الله يفتح لك باب، وهذا ترى هو تأريخ الأنبياء. إحنا ما عدنا نبي لا يعمل، أنبياء سيرتهم كانت سيرة العمل، سيرة الجهد. كل الأنبياء عملوا، وهذا درس أن الله عز وجل يقول لك أنا أرزقك، ادعو أفتح لك باب رزق. لكن حتى أفتح لك باب الرزق أحتاج من عندك حركة، أحتاج منك عمل. الإنسان الذي لا يعمل الله عز وجل ما يرزقه. العمل ضرورة. كل أنبياءك أنبياء الله عملوا، والأئمة عملوا، كانوا أهل البيت يعملون حتى العرق يتصبب منهم. هذا فرد يوم واحد اسمه محمد بن المنكدر يقول أنا معجب بشخصية الإمام زين العابدين، قلت بعد الإمام زين العابدين ما راح يجي واحد أفضل منه، حتى رأيت ولده محمد الباقر عليه السلام. يقول فأردت أن أعظه فوعظني. قالوا له أصحابه شلون؟ قالهم إجيت في يوم شديد الحرارة، رأيت هذا الهاشمي ومعه عبدين أسودين يتكئ عليهما ويعمل في بستان له. قلت عجيب، شيخ من أشياخ قريش في هذه الساعة في هذا الوقت وهو في طلب الدنيا، والله لا أعظنه. يقول إجيت للإمام الباقر، قلت له سلمت عليه. يقول رد علي السلام، فقلت وهو يتصبب عرقا، قلت أصلحك الله يا شيخ، شيخ من شيوخ قريش في هذه الساعة على هذه الحال من طلب الدنيا، أرأيت لو جاء أجلك وأنت على هذه الحال؟ هذا شلون بعض ربعنا يقول لك أنت ما دام مثلا عندك فرد شيخ عشيرة، ما دام أنت رجل دين، ما دام أنت عندك فرد مكانة معينة بالمجتمع ما يصير تشتغل، اقعد، الشغل عيب. مولانا سيرة أهل البيت خلاف ذلك، أهل البيت يشتغلون وهم أئمة، الأنبياء يعملون وهم أنبياء، سيرتهم العمل.
يقول انا اجيت للامام قلت له عيب انت شيخ من اشياخ قريش وشخصيه وابن زين العابدين بهالحر عرقان تعبان على مود الدنيا طلب الدنيا شنو حالك لو ميت على هذه الحاله؟ فقال له الامام عليه السلام قال اني لو جاءني الملك الموت على هذه الحال جاءني وأنا على طاعة من طاعة الله. هذه طاعة، هذه عبادة، أكف بها نفسي وعيالي عنك وعن الناس. أنا أشتغل حتى لا أحتاجك أنت وأمثالك. هذه طاعة، هذه عبادة. وإنما كنت أخاف لو أن جاءني الموت وأنا على معصية من معاصي الله. قلت له يا ابن رسول الله أردت أن أعظك فوعظتني. وقع عن هالشكل هذا العمل. الإمام الصادق عليه السلام يقول أحد أصحابه يقول إجيت الظهر بالحر الشمس شديدة الحر، الإمام واقف يعدل فرد حائط بيد أدوات العمل. قلت له يا ابن رسول الله خل أساعدك. قال إني أحب للرجل أن يتعرض إلى الشمس في طلب المعيشة. أنا يعجبني واحد يتعرض إلى الشمس حرارة الشمس في سبيل أن يطلب لقمة العيش الكريمة. هذه عزة الإنسان، العمل عز مو عيب. ثقافة عدم العمل، مجتمعنا عنده فرد ثقافة شوية يتوسع شوية يصير عنده مال خلص يقول أنا بعد أقعد. هذا خلاف الإسلام. الإسلام يقول لك العمل هو الأساس عزك. واحد من أصحاب الإمام الصادق يقول شفت الإمام وشافني متأخر عن السوق متأخر، قال لي ليش متأخر؟ قلت له يا ابن رسول الله مشغول. قال لي عد اغدو الى عزك، استعجل اركض الى عزك. العمل عز. انسان كن يبحث عن العمل. في الروايات العمل جهاد في سبيل الله، الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله. انسان عنده قابلية عنده امكانية يعمل في اي مجال. أنا أكو فرد ظاهرة حقيقة هواية تأذيني، وخليني أكون صريح، إحنا كمجتمع ما نحب العمل. مجتمعنا إحنا المجتمع الأكثر ما يحب العمل. إحنا اختلطنا بمجتمعات مروا بظروف مثل ظروفنا، طلعوا كلهم عاملين، فتحوا مصانع وفتحوا كذا واشتغلوا، إلا هذا الشعب عجيب أكو فرد حالة اتكالية. هواية يحس في نفسي أن باليوم تجيني رسائل من عشرات الشباب على مواقع التواصل، أباوع البروفايل مالته أشوف شاب لطيف يكتب لي على الخاص سيد فت 25 ولو زحمة، سيد ماكو إمكانية تساعدنا، سيد إذا أرد أشتري دشداشة، سيد ليش شاب أنت روح اشتغل اي شيء. واحد يجي للامام يقول له يا ابن رسول الله ما عندي شغل. قال له عندك جربه مال ماي؟ قال له اي. قال له روح للبير عبيها وافرش بساط بالسوق وبيع ماي. صدق راح اجى اشتغل اي شيء، الله عز وجل يرزقك. معروفه قصه ذاك الانصاري الذي جاء لرسول الله محمد صلى الله عليه واله، صلوا عليه واله. اجا قال له يا رسول الله انا محتاج فقير، انطيني في الدينار درهم اي شيء. رسول الله خوي يقدر ينطيه، تربيه النبي هاي. قال له روح لبيتك جيب لي اي شغله تقدر تبيعها ولا تستهين باي شيء. راح جاب فرد كاس كبير وجاب له فرد شيء يوضع على أجلكم الله الدابة. أخذهن النبي، التفت لأصحابه من يشتري هاتين؟ واحد قال له أنا أشتريهما بدرهم،
الثاني قال له بدرهمين، قال له بعته جيب الدرهمين. أخذ النبي من هذا الرجل المال، قال له هذا درهم تروح تشتري أكل لأولادك، والدرهم الثاني تشتري به فأس. راح اشترى فأس، اجى للنبي. النبي التفت إلى أصحابه قال لهم من عنده نصاب لهذا الفأس؟ شال النبي نصاب خلاه بالفأس، عدل الفأس، قال له اذهب واحتطب. وأي شيء احتطب، أعشاب الأرض جمع، روح بالصحراء جمع خشب. هذا هم الرجل راح أول يوم، ثاني يوم النبي شافه ورسبوعين وضع زين، كان يريد درهم قام باليوم يطلع دينار، حطب الناس تريد. فمر عليه النبي قال له شلون حالك؟ قال له بنعمة وخير. قال إن هذا خير لك من أن تأتي يوم القيامة مكتوب بين عينيك هذا كدوح الصدقة. عيب عليك، أنت رجل شخصية شاب تطلب صدقة، روح اعمل بأي مجال. النبي يقول لهذا الأنصاري روح حطاب، روح بعماي، سوي أي شيء، لا تتعود على الكسل. العمل جهاد، العمل بركة، العمل عز. إنسان يكون هالشكل يوطن نفسه أن يعمل، أي باب يفتح له يعمل. وأكثر من هذا في الرواية، حتى اللي عنده مال يجب أن يعمل. عجيب، واقعا عجيب. واحد يجي للإمام الصادق سلام الله عليه وهو معاذ بياع الأكسية، الإمام الصادق قال له يا معاذ أشوفك هالأيام ما تشتغل، خير؟ ضعفت عن التجارة؟ زهدت فيها؟ يقول قلت له ابن رسول الله أنا صار عندي هواي فلوس، الله رازقني، وهاي الفلوس لو أظل أصرف منها منها لما أموت ما يخلصن، فقررت ما أشتغل بعد أرتاح. الإمام الصادق عليه السلام قال له لا تتركها. اسمع، الإمام يقول له لا تتركها، فإن تركها مذهبة للعقل. اسعى على عيالك وإياك أن يكونوا هم السعاة عليك. تاجر بالسوق يعني قاعد تشغل عقلك، يعني قاعد تخدم عيالك، يعني قاعد الله يوسع عليك فتنفق على المؤمنين، ليش توقف؟ إمام يقول له لا توقف حتى لو عندك أموال. هذه نصيحة أهل البيت، هذه ثقافة أهل البيت، هذه الدروس التي نستفيدها من هذه الآية. استأجره يعني عمل، وأهمية العمل ودور العمل، وخصوصا العمل في التجارة. أكو خصوصية، ورد عندنا أن 9 أعشار الرزق في التجارة، يعني إذا الله يريد رزقك فرد مبلغ 9 مرات أكثر مضاعف الرزق يجيك إذا تشتغل بالتجارة. الآن تلزم معظم مجتمعنا شبابنا، يابا ليش ما تشتغل؟ يقول تعيينات ماكو. عمي التعيين مو دائما هو الزين، تعيين يعني موظف، يعني رزقك محدود. الروايات تقول روح بالتجارة، بيع أي شيء، تعلم، افتح لك بسطية، شوية شوية طور نفسك. الاتكال على الحكومة وعلى التعيينات هذا مو دائما اتكال صحيح. المجتمعات المتطورة مو مجتمعات تتكل على التعيينات. وشنو تعيينات؟ تسأله، أنا أسأل الشباب شو تسوي بالتعيين؟ يقول والله هيك نروح نسجل نرتاح، ماكو شغل صدق. عجيب واقعا، يريد راحة. هو شاب هسه، مرة أنت رجال متقاعد كبير حقك، شاب دور راحة. موسى حتى يعمل استأجر شعيب 10 سنين يشتغل عنده ببلاش، مقابل شنو؟ زوجة. قال له زوجك واحدة من بناتي مقابلها تشتغل عندي 10 سنوات على مود يعرس مهر عرسه،
عشر سنين عمل. هذا مشروع الأنبياء، يعلمون على العمل. ثم الوقفة الأخيرة، ما ظل عندي وقت، قلت لخير من استأجرت القوي الأمين، القوي الأمين. القرآن ينطينا درس، يقول في مجال اختيار الإنسان اللي تستأجره، الإنسان اللي تستخدمه، الإنسان اللي توظفه، يجب أن يكون حائزا على هاتين الصفتين، قوي وأمين. قوي بأي معنى؟ مو بس قوة عضلات، قوي يعني صاحب خبرة، صاحب تخصص في مجاله. قوي تريد عندك عمل حكومي، عمل دوائر، كون قوي. يعني شنو؟ يعني بالحاسبة قوي. تريد مجال فني، رسام، نحات، يقول قوي يعني خوش يرسم، مو دائما القوة عضلات. القوي يعني معيار القوة هو معيار الخبرة، معيار القدرة، كون عنده قدرة. وعنده قدرة واحد هي كافية؟ يقول لا، صاحب القدرة إذا ما عنده أمانة يصير خطر. الأمانة ميزان، قوي ويجب أن يكون أمين. هذا في كل مجالات العمل. الآن تجي إلى طبيب متخصص، خبير، متفوق في مجاله، لكن أمانة ما عنده. هذا نافع، يكتب لك دواء إضافي حتى تأخذ من الصيدلية الجوة، يقول لك لا أنت لازم تسوي عملية. يابا عملية ما يحتاج. قال لا، عملية وبنج وتنام وبالمستشفى. أمانة ماكو، هذا مال سحت، مال حرام. محامي تروح له تراجعه، قال لك هاي العملية معقدة مكلفة، هي رسالة واحدة يكتبها تخلص. مال حرام، هذا سحت. كون عنده أمانة، الأمانة في كل مجالات الحياة، حتى رجل الدين لازم عنده أمانة. والله قوي عنده خبرة، لكن أمانة ماكو، يتحول إلى شنو؟ إلى السامري، تجينا قصته باكر، يتحول إلى غيره. شوف هالشكل، العلم بلا دين فايدة ماكو. أمانة، أمين. تريد تعينه في مسؤولية، والله هذا قوي عنده خبرة، كان يشتغل في السي في مالته يخوف، مشتغل هناك مشتغل هنا، تحطه بموقع. إذا أمانة ما عنده فايدة شنو؟ خلي خبرته تفيده إله. قوي الأمين، هذه قاعدة تسري في كل مجالات الحياة، حتى تسري علينا في اختيارنا للأشخاص. عندنا انتخابات، نريد ننتخب، منو ننتخب؟ يقول والله انتخبوا هذا قوي، هو الشخصية عنده خبرة يفيد. لا، كن مضافا إلى ذلك، كن أمين، نزيه، عنده خوف الله، عنده مراعاة للشأن العام. هذا هو المعيار، قوي أمين، يمتاز بهاتين الصفتين، يعني دين. ولذلك هذا المعيار الإلهي الذي تبينه الآية الشريفة، هذا المعيار هو الذي أجراه الحسين عليه السلام حينما أرسل مسلم بن عقيل إلى الكوفة. أساس إرسال مسلم هذا المعيار، أنه قوي أمين. مسلم شخصية يمتلك الخبرة اللازمة، الخبرة العسكرية عند مسلم قمة، مشارك في معارك من صفين وقبلها وبعدها، مسلم بطل من الأبطال، فإذا قوي جسديا. مسلم عنده خبرة سياسية، هو عايش الظروف، هو محتك بالإمام، هو ثقة أهل البيت، هو ابن هذا البيت، فهو قوي وهو الأمين، صاحب الدين، صاحب القيم. في لحظة من اللحظات لو أو أي شخصية غير شخصية مسلم
تمر بهذا الامتحان تفشل، لكن مسلم في كل خطوة من خطواته كانت خطوات مدروسة وعميقة وتكشف عن عمق تدين مسلم. لذلك الحسين يقول إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. مسلم ابن عقيل ثقة الحسين. مسلم بالمعايير السياسية جابوه في بيت، قالوا له بعد شوية عبيد الله ابن زياد يجي يزور مريض، انتهم انضم وراء واحدة من الجدران، نأشر لك نعطيك علامة، اطلع اقتل عبيد الله ابن زياد، اذا قتلت خلصت القضية، الكوفة هي من قسمة كلها تصير لك. والحسين يجي والمعركة عسكريا تنتصر. وهذا إذا تريد تحكي بالمعايير السياسية عمل جدا متقن وممتاز. صاحوا للمسلم أشروا له قالوا كلمة السر، ما طلع مسلم. ليش؟ قالهم أنا جاي من أسرة من دين من قيم ما تسمح لي أن أغدر بأحد. قوي أمين، أمين على الدين. لذلك مسلم له هذه المنزلة، أول شهداء طريق الحسين. الحسين هواية تأذى على مسلم لما وصل إلى زرود ووصلت له أخبار مسلم. الليلة إحنا مع الحسين نبكي على مسلم ابن عقيل، هذا المظلوم، هذا الغريب. غريب وين؟ بالكوفة. الكوفة اللي بالأمس أمير المؤمنين حاكم الكوفة، ويقام لمسلم وأمثال مسلم ولا يقعد، ذولا هم الشيوخ. وإذا بمسلم بن عقيل يدخل إلى المسجد يصلي، الناس خذلته فخذلته إلى أن وقف في هذه الصلاة الأخيرة عشرات خلف مسلم، ثم لما أتم صلاته يلتفت فلم يجد أحدا يدله على الطريق. حقيقة غربة واي صعبة، قائد وجايب مهمة من قبل الحسين، هو مو خايف بس على مشروعه، خايف على مشروع الحسين، متأذي على الحسين. طلع بذاك الليل يمشي في أزقة الكوفة لا يدري أين يصل، إلى أن وصل إلى دار أكو طفلة واقفة، قالها هل لي بشربة من ماء، طبت جابت له ماء، ظل واقف إلى أن إجت امرأة أكبر يقال لها طوعة رضوان الله تعالى عليها، هذه المرأة اللي خلدها التأريخ بخلود مسلم. إجت قالت له يا عبد الله شربت الماء؟ قالها نعم. قالت له ما وقوفك على باب داري؟ أنا امرأة متشرعة، أنت رجل أجنبي واقف على باب داري شكو، ألك حاجة أقضيها؟ قالها يا أمة الله إني غريب، أتجيريني عندك سواد هذه الليلة؟ وإني مكافئك غدا عند أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. قالت له ومن أنت حتى تكافئني عند أمير المؤمنين؟ دمعت عينه التفتت قالت له ما عندك أهل؟ ما عندك عشيرة؟ هاي الحكاية أذت مسلم، جرحت قلب مسلم، يقل لها وعينه مستديره. شو يقولها مسلم؟ منو انا؟ يقولها انا من بني هاشم، انا ابن العشيره، احنا عشيرتنا هي الاصل. يقل لها وعينه مستديره، انا لا اهل عندي ولا عشيره، والله عشيرة أنا مسلم الفاجد نصير، والله ومثل حيرتي ما سدت حيرة. قالت مسلم على باب داري سيدي البيت بيتك، الحرة أمتك، أدخلته إلى دارها أفردت له حجرة. ظلت هذه المرأة تدخل على الحجرة كل شوية تجيب طعام تجيب شراب،
ومسلم قضى تلك الليلة بين قائم وقاعد، راكع وساجد، إلى أن ولدها شافها تكثر من الدخول على هذه الحجرة. أمه ما لي أراك تكثرين من الدخول، من عندنا؟ أخذت عليه العهود والمواثيق أن لا يخبر أحد. قلت لإن في الدار مسلم ابن عقيل. هذا الرجل كان طمع بالجائزة اللي أعطاها عبيد الله ابن زياد، ما انتظر أول الفجر، خرج مهرولا إلى قصر الإمارة وهو ينادي: يا أمير، البشارة البشارة، خير؟ شنو الخبر؟ قالهم الجائزة. قالوا له شكو؟ قالهم مسلم ابن عقيل في دارنا، هيئت الجيوش أعدت العدة وجاءوا بعد صلاة الفجر إلى دار طوعة. طوعة واقفة بباب الدار، سمعت صوت حوافر الخيل قد أقبلت. طوعة حست أن القوم قد اجتمعوا على باب دارها. شلون تخبر مسلم؟ شلون راح يوم القيامة تخاطب فاطمة؟ هي آجرته ذاك تلك الليلة في دارها، والآن يجون يأخذوا من دارها، صعبة على طوعة. عاد قلت: لنهض لفايك الجيش يا حيد، يردون يولونك يا صنديد، أنا ريدك مراجل عمك تعيد، وتخلي جثثها تارس البيد. والله يقل لي يا طاعة تشجعيني، وبعمي حيدر تذكريني، أنا ما دايم صمصايم بيميني، أنا بعون الله لرد جمع يجيني. خرج مسلم بن عقيل يقاتلهم قتال الأبطال، حتى أكثر فيهم من القتل والوقيعة، ضجوا لكثرة من قتل منهم. بعض الروايات تقول حفروا لمسلم حفيرة. آجركم الله يا غيارة يا أرباب العزاء. وبينا مسلم يقاتلهم وإذا به سقط بتلك الحفيرة، دمعت عين مسلم. إجا واحد من الأعداء قال له: يا مسلم، إن الذي يطلب الذي تطلب إذا نزل به ما نزل بك لا يبكي. التفت لمسلم قال له: ويحك، ما لنفسي أبكي، ولكن أبكي أهلي القادمين، أنا أبكي حسين. والله وين الذي يصل بهالحين لأرض المدينة ويخبر حسين؟ والله حسين يقل: ترى مسلم وحيد وما له معين، ويلي ودارت عليه القايا. يا مصابين. هذا وطوعة واقفة بباب الدار بيدها كأس تريد تسقي مسلم ابن عقيل، لكن كأنه مسلم شاءت الأقدار أن يموت عطشانا، كأنه العطش إلى ارتباط بالحسين وأصحابه. عطوعة واقفة بباب الدار تنظر إلى مسلم، قل له: يا مسلم يا عظمها خجلتي بي. ليلة مسلم أريد منك أن أنين، الله أكبر، نواسي بها الحسين عليه السلام على مسلم، فرد أن بهذا صوتك الحسيني الغيور. تقل له: يا مسلم يا عظمها خجلتي بي، شبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احمي، لو يتركوني كان فيت قلبي وداوي، كان سلمت من قيدهم سلم على حسن. يقلها: يا طاع اليوم ما
حصل سلامة أصيد شان بهالوطن طبا ويتامى. شو تقول؟ قولي ترى مسلم يبلغكم سلامة واجرج على الله والنبي سيد الكون. الله أكبر. ما ظل عندي وقت. أبيات الدعاء. جاءوا بمسلم ابن عقيل إلى قصر الإمارة، دار حوار بينه وبين عبيد الله ابن زياد، أمر به أن يصعد به إلى أعلى قصر الإمارة. أرباب العزاء، هنا المصيبة، هنا اللوعة. صعد مسلم ابن عقيل إلى أعلى القصر، صلى ركعتين، لما أتم صلاته وإذا بهذا الخبيث من خلفه شاهرا سيفه، أهوى به على رأس مسلم ابن عقيل. أين الصارخون؟ أيوا مسلما، أيوا سيدا. ثم رموا جسد مسلم إلى الأرض وألحق به الرأس، ثم شد بالحبال وجر مسلم بأطراف الكوفة. أين الصارخون؟ أيوا مسلما. المقدر جرى وشاعت اخباره، رموه القوم من قصر الاماره. ويلي وهان انشتل عقبه وبقداره، ما ظل مولى بعد واحد يصل. والله عقب ذاك طلعت مدحج من الدور وشقت لعد هاني ومسلم قبور، بس جثة حسين بيوم عاشور. ويلي بس جثة حسين بيوم عاشور، ظلت عالرمل ما حد دفنه. يا ظلت عالرمل ما حد